مشروع التلفزيون التربوي مدرستي. هو عبارة عن مدرسة إلكترونية متكاملة تمكن الطالب والتلميذ من متابعة دروسه بانتظام من خلال جداول معلنة سابقاً، وسيتم بث تلك الدروس من خلال شاشة فضائية العراق التربوية من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً وبشكل مباشر. تمكن الطلبة والتلاميذ من الاتصال بالأساتذة بشكل مباشر وعبر أرقام الهاتف المخصصة لذلك. يهدف هذا المشروع إلى تكافؤ الفرص بين الطلبة والتلاميذ من خلال المساواة، يعني كل طالب راح يشوف نفس المادة سواء كان الطالب في البصرة أو في زاخو أو أي محافظة أخرى.